السلام عليكم النهارده هنعمل معاكم الخيار المخلي هقول على ثلاث اسرار الخيار المخلي واهمهم عشان يعيش معاك الفتره ممكنه يعني لمده سنه كامله وما حاجه ولا يبوظ اهم حاجه كملي معايا الفيديو للاخر أقولك لك على كل الاسرار ما حدش لك عليها عشان يطلع معاكي مظبوط زي بتاع المحلات بالظبط شايفه الخياره بتتكلم عن نفسها ازاي اللمعان اللي فيها وشوفي بصي القرمشه هتحسي بيها دلوقتي بصي شايفة الجمال سامعة الصوت يا رأيك ده بعد أربع أيام هتاكلي أحلى خيار تابع معايا الفيديو كل الآثار عندي أنا بالذات يلا نسمي بالله ونخش على الفيديو وتنسوش تعملنا لايك وتشتركوا لو انتوا لسه ايه جداد على القناة هنسمي كده أول حاجة يا جماعة أنا جبت ايه كيلو خيار انت عايزة تجيبي جيبي نص كيلو وانت شايفه الخيار غالي الايام دي تمام طيب. اهم حاجه في الخيار انك تجيب الخياره تبقى ناشفه وتبقى بلدي اهم حاجه في الخيار تخليل الخيار عشان يفضل معاكي سنه كامله مقرمش وجميل وكريسبي تجيب الخياره البلدي الصغيره حجم اللي قد حجم الباذنجان اللي انت بتيجي تحشيها وتكون ناشفه معاكي ما تجيبش الخيار الصغب عشان مبطري. ومن تاني يوم هتلاقيه فش معاكي كده جاب ميه وتلاقيه باظ معاكي وده اللي بيحصل معانا وهتلاقيه ريم اما شاف الخيارة بتاعتي ناشفة ازاي عاملة زي البلحة ناشفة وجميلة ازاي دي تفضل معاكي سنة مقرمشة زي بتاعة المحلات هقولك على كل حاجة شايفة انا بقولك هاتي الحجم ده ما تجيبش الخيارة الكبيرة الخيارة الكبيرة دي بتبقى فيها مية ومن بذر دي بتفشي معاكي على طول في المية تمام اما دي بتعيش معاكي وهات الخيارة الناشفة اللي هي البلدي تمام انا جبت كوبايتين ميه الميه بتاعتي انا غالياها ومبرداها خالص تمام كوبايتين ميه ورحت كوبايتين ميه كبار وحطيت لهم ثلاث ايه معالق إيه ملح هنشوف الميه هي محتاج ميه تاني هنحط تمام انا بحط ملح لان انا ممكن بعد كده هحط ايه ميه تاني خلي بالك كل لتر ميه بياخد اربع معالق إيه ملح يعني كام بالجرامات هياخد معاكي 100 جرام اللتر مية هياخد معاكي 100 جرام ملح تمام حطيت دلوقتي نص قرن فلفل من هو المسكر او الحام مفروم لو عندك اطفال حط من الفلفل اللي هو المسكر الرومي وفروميه وحطينا نص الجزريه جزريه مبشوره ليه بتدي له سكاره وحطينا معلقتين خل كبار معلقتين خل يا جماعه الخل حلو قوي للخيار ومعلقه سكر زي ما انت شايفينها معلقه سكر كبيره ونص معلقه كمون ونص معلقه كزبرة انا جايه اقول لك الثوم ما تحطيش الثوم حطي القشر ما تحطيش الثوم السليم لا حطي القشر انا عايزه اخد القشر لو حطيتي ثوم يبقى طعم الخيار بتاعك بعد تالت يوم او رابع يوم طعم طعم الثوم وهيبقى مش حلو معاكي تمام حطي القشر القشر بيديله ريحه وخليه جميل جدا وحافظ عليه يبقى ما تحطيش ايه الثوم تمام بمعلومه حبيت اقولها لك ده ده, ده تالت سر ليه تمام وتاني سر كان السكر واول سر كان الخيار الناشف البلدي بعد كده رحنا قلبناهم مع بعض ورحت ايه حاطه بقول لك ايه نص معلقه نعناع ناشف حطي معلقه نعناع ناشف اللي انا حطيتها كده حطيت نص معلقه نعناع ناشف ما تحطيش نعناع فريش نعناع الفريش بيديله مراره يبقى نعناع ايه ناشف قلبناهم مع بعض كده حلو زي ما انت شايفاهم كده وركناهم دلوقتي جبت الخيار انا بقول لك دلوقتي الخيار ده تنفعي تخليه سليم وتنفع تخليه ليه متقطع يعني عادي عشان ما حدش يقول ايه لا لازم تخليه سليم لازم تخليه مقطع هعمل لك الاثنين خليكي معايا لاخر الفيديو جبت الخياره كده اهم حاجه جبت جاب الخيار غسلاه كويس وقطعت الحروف بتاعته وبعد كده رحت مقطعه الخيار زي ما انت شايفاه شرايح اي حاجه انت عايزاها خلي بالك هعمله لك تخليل سليم وهعمله تخليل برضه وانا مقطعه كل ده بيعتمد على نوع الخيار بتاعك اللي انت جايبه انا جايبه خيار بتاعي بلدي وبيفضل والله معايا سنه كامله بجد هتاكل احلى خيار بناكله كده جنب الشاورما البيتزا البرجر جميل جدا ونعمله جنب الصوصات وطبعا تخليل الخيار دوت مشاهده كريمه من متابعيني طلبته مني اكتر من مره فانا حبيت النهارده لها واهديهم لحضرتك تمام جبت بقول لك الخيار سليم اهو ممكن عادي انا بقول لك قطعته وحطيته في الميه انا هخليله سليم برضه يعني ديت او ديت الاثنين مع بعض شغالين اهم حاجه الخيارات تبقى بلدي وناشفه وانا بكرر تاني بلدي وناشفه تجيبش الخيار التخين الكبير اللي مليان ميه وبذر تمام تمام نوع الخيار يكون كويس وبرد والايام ديت تجيب التخليل الخيار الايام ديت ينفع معاكي للتخليل جميل جدا في الجو الريف ما تجيبيش الخيار ده وما تخليليه في الصيف انه بايه بتسلق على طول تمام يبقى تجيبيه كده في وقت كده يكون, يكون ايه اللي هو الربيع والخريف كده والشتاء تمام دلوقتي جبت الخيار زي ما بقول لك سليم عادي وحطيته اهوت واهم حاجه بقطع الحروف بتاعته ولو عايزه تسيب الحروف عادي المهم تكون الخرة بتاعتك نظيفه وحلو. وتروح حطاهم بقى في برطمان عندك وتروحي نازله انا نزلت بالمحلول الملحي وكل لتر ميه مغليه ومتبرده وبكرر متبرده عليها نص كوبايه ملح يعني في حدود ال جرام ملح ناعم خشن اي حاجه تمام واهم حاجه قشر التوم تحطيه بيديله ايه ريحه بيخليه جميل جدا ما تحطيش التوم التوم هياخد من طعم الخر ويخليه وحش تمام وهيقصر من عمره تمام بتخليلي الخيار بتحطيه في الثلاجه لا انا بفضل عندي سنه بره الثلاجه اهم حاجه بقفل عليه وبعقمه كويس اهم حاجه ما ينفسش معايا تمام بحط كيس على الغطا واقفل عليه وبعد رابع يوم يا جماعه اول ما احس ان اتغير ببتدي اكل منه جميل جدا طبعا بقول لك البرطمان ما كملش معايا ميه هحط له كمان ايه كوبايتين ميه انا يعني كنت الاول حاطه كوبايتين يعني دلوقتي الكيلو الخيار ده ده كيلو خيار يا جماعه خد معايا لتر ميه بالظبط وخد معايا اربع معالق ملح ما تكتريش الملح في الخيار بقول لك حطيت معلقتين ملح اهو على كوبايتين الميه والملح فوق هيدوب هو هيدوب الملح تمام بقول لك اهو في قرن فلفل دوت هو مش حامي ولا حامي ولا مش حامي دوبك فتحته فتحه بسيطه عايزة تحطيه حطيه حطي انا حطيته كده خلاص اهو منظر تمام لكن ولا لي اي اهميه تمام اما حاجه ايه نص القرن الفلفل الحامي والجزره اللي هو نص الفلفل اللي هو المسكر الرومي والفلفل ده حسب رغبتك بس لو عندك اطفال ما تحطيش فلفل حامي حط الفلفل الاحمر المسكر في رومي. وحط معاه نص جزره بتدي له اللون شايفه البرطمان بتاعي جميل ازاي دلوقتي انا ولا هغطيه بزيت ولا اي حاجه وزي ما حضرتك شايفه كده هجيب كيس وهقفل عليه وهسيبه في المطبخ اربع ايام وانا فعلا الرابع يوم فتحت يا جماعة وهتشوفوا دلوقتي ارمشته وهتلاقوه محافظ على نفسه وجميل جدا جدا اهم حاجة الخيارة تكون بلدي واهم حاجة تطبع الخطوات بتاعتي الجزر بيديله سكارة معلقة السكر والملح بيديله كده الارمشة وبيحافظ عليه سنة كاملة وبتقطرش السكر هي معلقة واحدة تمام في حدود العشرة جرام لو انت ماشيه بالميزان والملح مية جرام ولتر ميه على الخيار دوت واهم حاجه تقفلي عليه كويس عشان ما ينفسه ولما تيجي تاخدي خيار ما تاخديش بايدك هوريك دلوقتي تاخدي بشوكه او تاخدي بمعلقه المهم ما تحطش ايدك في المخلل بالذات اي نوع مخلل عشان هيفسد والهواء هيخشله فبالتالي لو خش هيبوظ منك تمام طب لو ظهر معاك طبقه ريم بسيطه عادي بتشيلها بالمعلقه وايه وتروح قافله البرطمان بتاعك كويس او ممكن تحط ايه معلقتين زيت من على الوش يعني بعد ما تشيلي طبقه الريم البسيطه وتخليه كويس يعني وميته تبقى رايقه حلوه تحط معلقتين زيت وتغطى عليه كده بكيس كحل وبغطى محكم بعد اربع ايام زي ما حضرتك شايفه فتحت عليه تمام شايفه كده بعد اربع ايام حتى الشوكه مش عايزه تخش من قرمشته شايفه ما شاء الله الله اكبر عليه ولا زيت ولا اي حاجه تابعي بس الخطوات انا بقولك لك عليها ومش لازم ارني الفلفل اللي انا ان ش... انا حاطاه ده اهم حاجه طبعي بس الجزر بيديله سكره سكاره شايفه اسمعي بقى صوت القرمشه متنسيش بالله عليكي آه، لو اتفرجت على الفيديو وعجبك تعملتنا لايك عشان يرفع معانا تنسيش الاشتراك. دي اللي قطعته معكو صوابع. شايفة? هتسمعي برضو صوت ارمشت. عشان اقول لك بيفضل معاكي سنة. شايفة الخيار بتاعي? يارب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ولو عايزين أي حاجة لي في التعليقات ومش هتأخر عليكم ومتشكرين جدا علي كلامكم الجميل اللي انتوا بتبعتولي أنا كده خلصت الفيديو اي حاجة انتوا عايزين اكتبوها لي بس تحت في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته